السلام عليكم ورحمة الله. هزوف اللون من مصادر إعلامية دولية سمعنا باللي عبد المجيد تبون راح يرجع اليوم إلى أرض الوطن يوم 29 ديسمبر، وهذا بعد غياب طال بالتمام شهرين. والعودة هذه تم يومين قبل آخر أجال لإمضاء قانون المالية ل 2021. المهم نشوفوا العودة تاع تبون اليوم كاش راح تكون، شكون راح يكون في استقباله، هل سعيد شنقريحة رجع من سويسرا وين كان يعالج أو مازال في سويسرا، وممكن هو اللي يكون عطل العودة تاع تبون حتى يقدر يكون في الاستقبال ديالو، وبالتالي يعني نحيو تزول هذه كل الغموض اللي كان سائد على العلاقات ما بين تبون وسعيد شنقريحة. يبينوا بلي كل شيء راهم ماشي على حال، وحتى الوزير الاول يستقبلوا هذا الشيء اكيد، وزير الداخليه، قائد الناحيه العسكريه الاولى، قائد الحرس الجمهوري علي بن علي بن علي، هادو لازم يكونوا في الاستقبال. ولكن السؤال اللي نطرحه هو حول سعيد شنقريحة، هل عاد سعيد شنقريحة من سويسرا ولا لا حتى يكون في استقباله، وشوفوا تحكموا يعني بالاجال الى اخر لحظه يجي. ما نظنش راه يمضي اليوم قانون المالية، يقدر يمضيه غدوة، عنده غدوة، يقدر يمضيه غير غدوة، يعني عنده الوقت، ولكن اليوم صعيب انه يمضي، يعني تبينوا بلي كاين تسرع وبلي عندهم روتار باغيين يعني يرتربيوه. المهم ربي يقدر الخير لبلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.